السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين. الكثير منكم في الردود قال لي ياسين انت لا تقوم باعطاء لتريفر حقه دائما ما تلعب فقط بمايكل وفراكلي. اليوم جئتكم بتريفر. الشباب الذين يريدون مني العب بتريفر، اليوم جئتكم بتريفر يا اصدقاء. صديقي رون، كيف حالك؟ امورك بخير وعلى خير؟ نعم امورك جيده. هو الان يتحدث رون. اريد منك ان تستعمل ذلك اللاسلكي وان تتحدث معي، لان الشيء الذي سنفعله في حلقه اليوم فانه سيكون خطير جدا يا رفاقي. لو فيها اكيد سنعود وسنشتغل في تريفر فيليبس اندستريز، مشاريع تريفر فيليبس، وبدون مضيع الوقت هي اللي كنتجها ونقوم يا رفاق ببيع السلع. اكبر عمليه بيع السلع في التاريخ سيقوم تريفر بفعلها اليوم، واتوقع باننا سنسافر اصدقائي الاوفياء وسنقوم ببيع السلع في امريكا كلها وليس فقط في جزيره السندرياس. وصلت يا رفاق للمنطقه وها هو رون سيتصل بي الان. ساقوم باجابته لكي يعطيني الاحداثيات بطبيعه الحال ونكتشف ما هو الشيء الذي سنقوم بفعله. المهم هي لكي نقوم باخذ الطائره. هذه هي الطائرة التي سنستعملها يا رفاق الأوفياء لكي نستطيع توزيع السلع. أكبر عملية توزيع في التاريخ سنفعلها باستعمال تريفر فيليبس الآن وفورا بدون أن نضيع الوقت. لكي نتحرك وهو صديقنا لأنه يتحدث معنا الآن. يس 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 لايلو. سنسافر إلى أين سأسافر؟ لا أعرف. يجب علي الانتظار الآن حتى تأتي الإحداثيات. هناك دبابة تزعجني يا رفاق، لقد رأيتها جاءت عندي. اوكي دونت وري. يجب علي ليلو. واو مع البداية رجال الشرطة سيقومون باكتشافنا يا صقة. سنسوق قليلا بالفيرست بيرسون. وصلت لمكاني الأول. لم يستطيعوا اكتشاف أمري يا صقة لأنني أقوم بالسياقة قريب جدا من الأرض. الرادارات لن تستطيع اكتشافي. وها نحن وصلنا للمكان. ركبوا بوم. تم إنزاله للميريويدر على ما أعتقد، لست متأكد. والآن نحو المنطقة الثانية سنتجه. وصلنا للمنطقة الأخرى. سنقترب جيدا لكي نكشف أين سننزلها. بوم، تم إنزالها بنجاح. والآن بقيت المنطقة الثالثة والأخيرة، لكنني اكتشفت يا أصدقاء بأن الأجواء تغيرت شيئا ما. بالكاد أستطيع رؤيتها، الضباب أصبح قوي. أتمنى يا رفاق ألا تتساقط الشتاء في هذه الأثناء حتى نقوم بتوزيع الباكاج الثالث والأخير. الشيء الذي خفت منه لقد حدث. البرق فإنه يضرب يا أصدقاء. أتمنى ألا تصيبني صاعقة البرق لأني اقتربت. رأيتم الدخان أمامي مباشرة. اقتربت من المنطقة. أدعو معنا فقط لكي لا تضربني صاعقة برقية حتى أقوم بإنزال. أوه ما هذا؟ اهرب يا تريفر اهرب. أوه ما الذي حدث يا أصدقاء؟ لست متأكد شيء الذي حدث. الحمد لله على الأقل أنني لزيت على قيد الحياة. واو أين أنا؟ ما هذا المكان؟ صراحة لست متأكد أين أنا بالضبط، لكن كما تشاهدون يا أصدقاء لقد سقطت في منطقة معينة. 100% المكان الذي وصلت له فإنه ليس هو سان أندرياس. لست متأكد هل عندما ضربني ذلك البارق هل ذهبت الطائرة لمنطقة معينة وسقطت، لكن على الأقل 100% نحن لسنا في سان أندرياس. ما هذا المكان؟ لا أعرف. سوامب خطير. سمعتم الأصوات الحيوانات وتلك الأشياء. والشتاء لا زالت تتساقط كما تشاهدون. لست متأكد أين أنا بالضبط ولا أعرف أين أنا صراحة. أتمنى فقط ألا يظهر حيوان خطير ويقوم بالإمساك. يراقبون الطين. طين يا رفاق قوي جدا. بالكاد أستطيع المشي ولا زال رأسي فيه شيء من الطوار بسبب ما حدث بطبيعة الحال. الحمد لله على الأقل أني لزيت على قيد الحياة. هذه الأشجار وهذه الأعشاب، لو عرفت أين أنا لكان الأمر جيد. لكي نحاول الاتصال بصديقنا. أوه أين هو هاتفي؟ هاتفي لقد اختفى. أنا الآن أحاول يا رفيق إخراج الهاتف لكي أتصل برون، لكن مع الأسف الهاتف لقد اختفى. تسأل ماذا يفعل رون في هاته الأثناء. Here, listen to this. It's genius. Real genius. Really makes things clear about the way the dental profession is designed to let people implant heavy metals directly into your brain. Can read your thoughts. واو مكان مرعب هذا صراحة. على الأقل الشتاء في هذه اللحظة بالضبط لقد توقفت. يا سلام شوف هذه الأصوات العجيبة، أول مرة أسمعها. كأنني ألعب الآن لعبة أخرى وليس جي تي إف 5، لأن جي تي إف 5 لا توجد في هذه الأشياء. غير معقول هذا صراحة. ماذا لو ما راجوا من هنا؟ يعني في هذه الأثناء أتحرك لكنني خائف، لا أعرف صراحة ماذا ينتظرني. سوامب كبيرة. أتمنى فقط أن نجد وسيلة نقل الماء لكي نذهب ونتحرك من هذا المكان. يعني صراحة لا أعرف أين أنا بالضبط. المياه تغمر هذا الماء. يجب علينا الحذر. يجب علي أنني لست متأكد من درجة وصلنا منها. ممكن أن يكون هناك تمساح. رغم كل هذا سأقطع لي تلك الضفة. هيا بسرعة قبل أن يأتي ذلك التمساح ويقوم بأكلنا. المكان خطير جدا ومرعب وليس باليد حيل. كأني رأيت شيء ما. هذه الأعشاب المكان سيكون ممتلئ بالحيوانات متأكد، بالأفاعي كذلك. بسرعة يا صديقي. رقب
الضروري الحاضر في مثل هذه السوامبس. ما اسمعه فإنه مرعب، لكن علي الحفاظ على ثباتي يا أصدقاء. لا يجب علي أن أخاف. بسرعة بسرعة بسرعة. ما هذا المكان؟ شاهدوا الطينون. المنطقة على الأقل يوجد فيها ماء، لكن فيها طين. تمشيت ساعات طويلة ولا زلت بعد لم أرى أي أحد ولم أرى أي شيء. حاولت الصعود فوق من هذه الأشجار لكن لم أستطع. كما تشاهدون أشجار كبيرة جدا. ما هذا؟ شاهدوا ماذا يوجد أمامي؟ ممكن أنها هليكوبتر. الحمد لله هناك هليكوبتر يا رفاق، يعني أحد الأشخاص لقد جاءوا هنا. أتمنى فقط أن تكون هذه الهليكوبتر تشتغل وألا تكون ضائعة. هليكوبتر خاصة بشخص واحد فقط لا غير. الحمد لله على الأقل وجدنا هليكوبتر، وجدنا وسيلة نقل لكي نستطيع الخروج من هذا المأزق. مفتوحة مفتوحة، أتمنى أن يكون فيها بنزين. أدعو معي أدعو معي هيا. ممتاز ممتاز، فيها البنزين. ليتس جو، اخيرا سنهرب من هذه السوامب يا رفاق. هيا لكي نتحرك. الحمد لله خرجت من سوامب، لكن شاهدوا اين جئت يا رفاق وما هذا المكان. لا اعرف صراحه ما هذه المنطقه، لكن اول مره ساتي لهذا المكان. راقب راقب الاشجار، اشجار الصنوبر. سوامب قريبه جدا من هذا المكان. مباشره بعد ما خرج من سوامب شاهدوا يا اصدقاء ما يوجد. وهناك بحيره كبيره في الوسط، رايتم؟ يا سلام، وراقب في هذه الضفه الجبال، جبال الهيمالايا. كأننا ذهبنا لمنطقة معينة أخرى في أمريكا. هي جبال الهيمالايا، هناك الثلوج ساقطة. أوكي 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 أوكي. ليس لدي الكثير صراحة من البنزين لكي أتوقف في هذا المكان، لكنني سأحاول التجول فقط بالطائرة، لأنني إذا توقفت وقعت الطيران سينفد البنزين بسرعة. لهذا السبب لا أريد التوقف. أنا الآن أضغط على الأكسيريشن ولا أضغط. رخب رخب، هنا ماذا يوجد؟ باركين لوت، هناك بناية كبيرة جدا. ممكن أن هذا عبارة عن أوتيل، يعني أن السياح سيأتوا لهذا المكان يجلسون في ذلك الأوتيل. وشاهدوا الطرق، طرق كبيرة والمنطقة خطيرة يا رفاق. رأيتم بحيرة عملاقة. سنتجول أولا في هذه الضفة هنا على اليمين، وبعدها سنفعل دورة كبيرة في هذا المكان لكي نكتشفها بالطبع. شاهدوا الجبال، شاهدوا. يا سلام، أشجار الصنوبر كثيرة في هذا المكان. يا للروعة. راقب راقب راقب. واو، والطريق كبيرة، لكن لا أتوقع بأن الناس يقطنون في هذا المكان. ممكن أن هذه المنطقة مهجورة يا رفاق. هذا صراحة ما أعتقده، ببساطة لأني لم أستطع رؤية أي أحد. شاهدوا أشجار الصنوبر هناك، والمكان كبير من زمان وأنا أسوق، وللتو وصلنا لنصف الطريق. أما بالنسبة لهذا النهر فإن عملاق، نهر عملاق ممتلئ بالمياه. أشجار الصنوبر هنا، جبال. وشاهدوا المنطقة، شاهدوا والطريق. قاموا ببناء طريق على الأقل وسط من هذه الجبال، الأمر خطير. وماذا يوجد هنا في هذه الضفة؟ الضفة فارغة، لا يوجد أي شيء، فقط الجبال. تخيلوا إذا سقط عليكم ذلك الجبل، واو سنموت 100%، سنموت. هيا لكي نتجه في هذا الاتجاه ونكشف ماذا يوجد في هذه الضفة، لأن الطريق ستأخذنا هناك، والطريق تمر كذلك من هذا المكان. لا استبعد أن سنستطيع إيجاد شيء ما في هذه الضفة. هذه الجزيرة أو هذه المنطقة لا أعرف بالضبط، لا استبعد أنها ستكون في أمريكا يا أصدقاء، أنا متأكد. يعني أن اليوم رحلتنا هي رحلة التجول في أمريكا كما تشاهدون. يا للروعة، هذه المنطقة جديدة، لا أعرف أين هي بالضبط. هل في تكساس؟ لا لا أتوقع بأنها ستكون في تكساس. لماذا؟ لأن هذه الأشجار، أشجار الصنوبر، فإنها موجودة في كندا. أتوقع بأننا جئنا لكندا يا رفاقي. هذا صراحة ما أعتقده. لماذا؟ لأن كندا معروفة بأشجار الصنوبر، معروفة بهذه الجبال الكبيرة، معروفة كذلك بالجبال الثلجية، لأن هناك منطقة ثلجية لقد مررنا بالقرب منها، ومعروفة بهذه الطرق الطويلة جدا. وهناك نفق كذلك في هذا المكان كما تشاهدون، نفق خطير، والطريق فإنها طويلة. يا للروعة. ماذا ماذا؟ كأن الراديو بدأ يشتغل. انتظر، بعد الوصول لهذا المكان الراديو لقد بدأ يشتغل. هيا لكي نكشف من يتصل بنا. تريفر فيليبس إندستريز. هو إنه رون. رون رون يتحدث معي. ماذا يقول؟ Technical expertise, managerial innovation, unstoppable. الحمد لله رون لقد وجد رفاق، وقال لي ما علي فعله فقط هو الذهاب للنورت، يعني يجب علي الذهاب مباشرة هكذا والدوران على اليمين، لأن إذا دورنا على اليسار فإننا سنعود يا رفاق للمنطقة التي جئنا منها. وهذه الجزيرة صراحة فإنها كبيرة جدا. واو، ولا أصدق هذا، لقد سافرنا يا رفاقي لمكان آخر. نحن الآن في كندا. كيف وصلنا لكندا؟ لست متأكد ولا أعرف، يعني أننا سافرنا في أمريكا. وراقبونا الطرق، طرق فإنها ستأخذكم حتى قمة هذا الجبل. بالفعل رأيتم هناك جليد في الفوق، جليد في الفوق. هذه المنطقة فإنها باردة. وبالفعل نحن في كندا يا رفاقي الأوفياء، لقد تجولنا في أمريكا، القارة الأمريكية كلها تجولنا فيها. كنا في سان أندرياس ووصلنا الآن لكندا. الحمد لله على الأقل الأجواء أصبحت صافية الآن، وبعدما اكتشفنا يا رفاق هذه المنطقة الخطيرة جدا. شيء
واو عالم آخر، خريطة أخرى. لو قام بإضافة البناية هنا وتلك الأشياء لكانت هذه خريطة سان أندرياس أخرى بطبيعة الحال. المهم بعد ما قام رون بإعطائنا إحداثيات وعدم استطاعنا الاتصال به، هيا لكي نعود أخيرا لسان أندرياس. طريق ستكون طويلة جدا، أتمنى فقط ألا ينفد البنزين، وأعتقد بأننا سنصل. نعم نعم كأني أستطيع رؤية شيء ما هناك، هو بعيد. نعم جبل المونتشيلاد، جبل المونتشيلاد هو بعيد لكن أستطيع رؤيته ونحوه سنتجه الآن. وأخيرا بعد معاناة طويلة وصلنا لسان أندرياس. واو أنا سعيد صراحة. أول شيء سأفعله هو النزول هناك لكي أستريح صراحة، لأن مغامرة اليوم كانت خطيرة. بدأنا بتوزيع السلع في تريفر فيليبس إندستريز، تغيرت الأجواء، ضربنا البرق، لم أعرف صراحة الشيء الذي حدث. فإذا بي أتفاجأ بأنني نزلت داخل من سوامب خطيرة ممتلئة بالحيوانات. الحمد لله وجدنا الهليكوبتر الخاصة بأحد الأشخاص، أخذناها، خرجنا من سوامب، اكتشفنا بأننا في كندا. وأخيرا عدنا يا رفاق لسان أندرياس وعدنا لأمريكا. واو لا 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 يتوقف. أخيرا يا رفاق أنا سعيد جدا. إذا عجبكم هذا المقطع يا رفاق الأوفياء وإذا استمتعتم برحلات اكتشاف القارة الأمريكية، ما عليكم فعله فقط هو دعموا بالضغط على زر لايك، نشر المقطع مع أصدقائكم. كذلك الحين أنا معكم ياسين، استودعكم الله ولدي لا تضوي ده، ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختام.